الأجواء في قطاع غزة أيضا نتابعها من منطقة الجنوب الآن مع إبراهيم قنن. إليك إبراهيم. نعم حازم، يعني منذ ساعة تقريبا كانت هناك عدة غارات مكثفة على محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. كان هناك استهداف لمنطقة وادي صابر في المنطقة الشرقية لخان يونس، أكثر من صاروخين بالطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على هذه المنطقة الحدودية المتاخمة للشريط الحدودي. أيضا كان هناك قصف مدفعي عنيف لمنطقة القرارة شرقي شمال شرقي محافظة خان يونس. كذلك كان هناك إطلاق قنابل مدفعية كثيفة في منطقة رفح وإطلاق قنابل إنارة بصورة كبيرة جدا أضاءت سماء المنطقة الشرقية. ثم تلا ذلك تنفيذ عدة غارات على ذات المنطقة تحديدا في شرق حي السلام شرق رفح، حيث أغارت الطائرات الحربية على هدفين في هما يعني أراضي زراعية في تلك المنطقة. أيضا في منطقة النصيرات غرب النصيرات كان هناك استهداف لشاحنة ومركبة فلسطينية كانت متوقفة على الطريق الساحلي لمنطقة النصيرات، تم قصفها بالطائرات الحربية الإسرائيلية. عدد من الغارات حازم لم تتوقف خلال صباح هذا اليوم وحتى ساعات المساء. جملة كبيرة من الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل ومنشآت مدنية وطرق وأبنية، وأيضا استهدفت مزارع الدواجن وممتلكات مواطنين. حجم الخسائر هذا اليوم كان كبيرا جدا في محافظة خان يونس، وكذلك الأمر في محافظة رفح حيث تم تدمير 4 منازل ومؤسسة خيرية، بالإضافة إلى تضرر أجزاء كبيرة من المستشفى الكويتي في غرب رفح نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على المحافظة. في محافظة خان يونس نتحدث عن 9 منازل تم تدميرها بشكل كامل جراء الغارات الإسرائيلية. نتحدث عن تدمير عدد من الطرقات في منطقة شمال خان يونس تحديدا في شارع 5 والمناطق القريبة من هذا الشارع. نتحدث عن إغارات على مواقع أيضا تابعة للفصائل الفلسطينية في غرب خان يونس وغرب رفح، بالإضافة إلى استهدافات لمواقع مقاومة في منطقة معن ومنطقة الفخاري أيضا تابعة للفصائل الفلسطينية. لكن يظل الوضع في محافظتي جنوب قطاع غزة هي أوضاع متوترة جدا في ظل تحريق طائرات الF-16 وتحريق طائرات الاستطلاع. نذكر بأن الفصائل الفلسطينية ما زالت تطلق قبل قليل رشقات من القذائف الصاروخية على عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، لكن حازم تركزت في الساعات الأخيرة تركز القصف على المناطق التي يتواجد فيها التي يكون فيها تجمعات للجنود الإسرائيليين وتجمعات للآليات والدبابات الإسرائيلية. ولم تكن هناك يعني في الساعات الأولى من هذا اليوم يعني قصف على مدن بعيدة كما كان مثل الأيام الأولى من التصعيد الإسرائيلي على التصعيد الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كان الهدف الفصائل الفلسطينية كتائب القسام سرايا القدس والكتائب والألوية الفلسطينية المختلفة، يعني ضربت أكثر من مرة قذائف هاون من العيار الثقيل على مناطق نحل عوز ومناطق صوفا ومناطق نير عام. هذه المناطق التي يوجد فيها عدد من الجنود الإسرائيليين وتجمعات الجنود الإسرائيليين. على ما يبدو الفصائل الفلسطينية كانت تريد أن توقع أكبر عدد ممكن من الإصابات بين الجنود الإسرائيليين في هذا العدوان المستمر والمتواصل منذ 10 أيام.